بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين مشاهدي ملعب سي بي سي 2 في كل مكان وحلقه جديده وبرنامجكم الملعب. ها الحلقه كالعاده سخنه لكنه قبل السخونه وقبل الحلقه عايز بالنيابه عن الرياضيين والاعلام الرياضي بصفه خاصه ان انا احيي رجل جليل رجل فاضل محترم هو المستشار عدلي منصور. المستشار عدلي منصور دخل الى قصر الرئاسه ولا احد يعرف عنه شيء من ابناء الشعب العادي باستثناء رجال القضاء كشيخ جليل من شيوخ القضاء. والبدايه الحقيقه كانت صعبه جدا لانه الناس مش عارفه الرجل وقصه في شد وجذب ومشاكل وحكايات وحواديت واصعب مرحله في تاريخ مصر. وبدات الناس تتكلم كلام مش لطيف. الراجل يوم بعد يوم اسبوع بعد اسبوع شهر بعد شهر لحد ما عدت الفترة اللي تولى فيها قيادة حكم مصر ويخرج مرفوع الرأس شديد الاحترام كثير الحب. الراجل النهاردة الحقيقة هو بيلقي كلمة الوداع كما هو التواضع الاحترام احترام النفس احترام الشعب احترام الآخرين ثم الحسم. الراجل النهاردة هو بيوصي رئيس مصر الجديد بما يفعل وبما يجب أن يفعل. بيتكلم عن محصلته مع كرسي الرئاسة لمدة سنة. الراجل النهاردة بيتكلم بلغة عربية رصينة صحيحة جميلة قوية الحقيقة تشعر أنه يقف على أرض ثابتة. بيتكلم بمنتهى القوة وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الذكاء وأيضا العطف أو التعاطف الجميل اللذيذ لهذا الرجل للشعب ومن الشعب للرجل ومن الرجل للشعب. النهاردة خطابه يدرس. الكلام اللي قاله النهاردة المستشار عدلي منصور وده أول مرة يحصل في تاريخ مصر إنه رجل بيسلم الراية أو رئيس بيسلم الراية لرئيس آخر بل إنه هيحضر إن شاء الله يوم الأحد حلف اليمين ومراسم تنصيب السيد عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. وبعد ما يحلف اليمين في حفلة التكريم هيكون قاعد بيتفرج عليه مش قاعد في السجن قاعد بيتفرج عليه وبعد كده يتوجه إلى بيته ليتابع عمله أو مهامه كرئيس للمحكمة الدستورية. شكرا سيادة المستشار الجليل عدلي منصور وأكثر الله من أمثالك. عندنا أربع عناوين النهاردة. أول عنوان هو العهد الجديد. العهد الجديد للرياضة المصرية مع الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي. السيد عبد الفتاح السيسي قال ان احنا الرياضة عندنا امن قومي وبالتالي الناس في انتظار الامن القومي في عهد هذا الرجل للرياضة. ايه هتمثلوا الرياضة؟ ده كلام مهم جدا وهقول لكم اهم القضايا التي تواجه رئيس الجمهورية الجديد. العنوان التالي وهو عن تجربة مصر وجامايكا النهاردة ويمكن تم اعلان التشكيل اللي هيبدأ مباراة النهاردة. شوقي غريب عمل تجربتين تجربة ممتازة أمام فريق البوسنة والهرسك وتجربة كادت أن تكون ممتازة أمام شيلي فزنا بالأولى 2-0 وخسرنا في الثانية 3-2 بعد ما كنا متقدمين 2-0. الحضري علي غزال وأحمد سعيد أوكا وشوقي السعيد وحسين السيد وأحمد المحمدي وحسام غاري ومحمد النني وحسن عبد ربه ومحمد صلاح وخالد قمر ده تشكيل منتخبنا الوطني. العنوان الثالث النهارده هيبقى عباره عن سؤال عن منتخب الجزائر. النهارده هنحتفل بالخضر او مش هنحتفل هنسلط الضوء على الخضر وبالتالي سؤالي لحضراتكم تتوقعوا ان الجزائر تتاهل معها كوريا معها بلجيكا ومعها روسيا هل ممكن يتاهلوا الى الدور الثاني لكاس العالم؟ المره دي اقول لكم ممكن ما اقولكوش يعني الواحد ضامن لكن اقول لكم ممكن لان المنتخب البلجيكي منتخب ثقيل المنتخب الروسي برضو منتخب قوي المنتخب الكوري سهل ان انت تكسبه لكن في امل في امل في فرصة في فرصة. العنوان الرابع والاخير ضيفنا النهاردة
هو كابتن ضياء السيد اللي كان منورنا امبارح، لكن النهارده بنكمل المجموعه السابعه، وايضا بنتكلم على فريق الجزائر، والكابتن ضياء عنده خبره كامله وكافيه جدا سواء عن المجموعه او عن المنتخب الجزائري. النهارده في خبر دمه تقيل ان كريستيانو رونالدو مصاب في الركبه، وانه غالبا سيغيب عن اول لقاءات البرتغال في كاس العالم. وزي ما قال الكابتن ضياء امبارح، غياب كريستيانو بيبقى منتخب البرتغال خسر اكتر من 3 ارباع اوت. خلينا نبدا كالعاده بالعناوين مع الزميل تامر جابر، ثم عندي تفاصيل كثيره جدا. ألفين مشجع مصري يؤازرون الفراعنه اليوم في وديه جامايكا. جراحة ناجحة لجدو وعبد الله السعيد لاعب الأهلي في ألمانيا. لجنة الأندية تجتمع في 14 من يونيو في نادي القناة. أحمد سليمان يرفض طلب شحاتة بمعاونته في الدفاع الجديد ويتمسك بالزمالك. كروجر يطلب من إدارة إنبي التعاقد مع النيجيري كيليتشي. محمد أبو السعود يجتمع بريكاردو وعبد ربه الاثنين المقبل للتجديد للدراويش. سموحة يحصل على توقيع محمد صبحي حارس الإسماعيلي لمدة موسمين. تليفونات بني سويف يتظلم ضد مستحقات السيد وعبد الرؤوف لاعب المقاصة. وديدج لا يفاوض خالد القماش لخلافة هشام زكريا. عصام الحضري يتابع شكواه ضد الاتحاد السكندري من لندن. جينشلر برليج التركي مهتم بالحصول على خدمات شيكابالا لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي. الهلال السعودي يضم حمد الحمد لاعب الاتفاق لمدة 5 سنوات. بيكام يدرس التراجع عن الاعتزال واللعب لناديه الخاص. أرسنال يراقب ديفيد أوسينيا حارس كولومبيا في المونديال. رئيس بوليفيا يحضر افتتاح مونديال البرازيل. رئيسة البرازيل تثق في نجاح المونديال رغم الأزمات. إصابة جديدة في وتر الساق اليسرى تهدد مشاركة رونالدو في المونديال. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معانا عهد جديد لمصر كلها، وبالتالي عندنا عهد جديد للرياضه المصريه. الرئيس المصري المنتخب السيد عبد الفتاح السيسي هيقال كلمه في احد البرامج، ودي معلقه مع كل الرياضيين، لما قال الرياضه بالنسبه لي امن قومي. وجب علينا ودورنا كاعلاميين ان احنا نقول طبعا تاكيد في وزير شاطر للرياضه شباب الرياضه المهندس خالد عبد العزيز، وبالتاكيد في قيادات رياضيه، لكنه بالتاكيد في ناس بترصد وبتكتب وبتقدم تقارير لجهات الدوله وهيئات الدوله وعلى راسها رئاسه الجمهوريه. لازم نقول للرئيس ما هو المطلوب او بعضا من المطلوب، مش هنقدر نقول المطلوب كله لكن بعضا من المطلوب للرياضه المصريه. الرياضه المصريه لما هتتكلم بتتكلم على نقاط واضحه، نقاط أساسية. تتكلم مثلا على البنية التحتية. البنية التحتية الحقيقة هتلاقي القوات المسلحة عندها ملاعب وإمكانيات خرافية، وبالتالي لابد أن نستفيد جميعا من هذه البنية التحتية. وقلت لكم الحقيقة لما أنا كنت في زيارة للواء مجدي اللوزي في جهاز الرياضة العسكري، يعني كنا فخورين جدا بالمبنى الرائع اللي هناك، و لما شفنا المباني ومدارس الموهوبين الرياضية العسكرية وكيفية التعليم هناك، يعني طلعنا أنا وعدد من الإخوة الإعلاميين في حالة من الانبهار الشديد. إذن هذه البنية التحتية لابد أن يستفيد منها الشعب كله، يمكن في لقاء الرياضيين مع سيادة المشير أنا قلت هذا الكلام، وأعتقد هناك توجه لهذا، يعني من غير ما أقول واضح أن في توجه، لكنه في بنية مش بطالة وبالتالي عايزينها تزيد. بمناسبه البنيه، كل املنا في الحياه ان يبقى عندنا جيل صالح زي ما قال الرئيس السيسي انه الرياضه امن قوم. ما ينفعش لما تطلب ولا كل ما يطلع حي ان يكون خضراء. انسوا قصه مراكز الشباب دي، يعني مراكز الشباب دي بتبقى في القرى والنجوع، يبقى فيها مركز شباب،
لكن انا عايز هنا في التجمع وفي اكتوبر وفي الاماكن المفتوحه اللي في القاهره يبقى في اماكن مفتوحه، ملاعب مفتوحه في الهواء الطلق كده، في الطل، ملعب ده بتاع هاندبول وده بتاع كره سله وده بتاع كره طايره وده بتاع كوره، واماكن للعيال يلعبوا فيها، العيال ولادنا يلعبوا فيها. ايش رمله وايش نجيله وايش نجيل صناعي، يبقى ممكن حد مشرف عليها، حد مسؤول عليها للصيانه، لكنه لازم مركز شباب ولازم مجلس اداره ولازم صراع ولازم خناقه ولازم ضرب، لا، واحد بس يبقى مسؤول عليها وبالمجان بلا اي مقابل، غير فلوس خالص، فقط بس عم سيد اللي هيبقى في اوضتين ملابس لو موجودين وفي بنيه كده شويه مرافق موجوده، والناس تروح تلعب كوره، تروح تلعب اللعبه اللي هي عايزاها، تعملوا لهم حلبه ملاكمه يروحوا يلعبوا عليها، تعملوا لهم بتاعه جودو صغيره كده، والسور يبقى شويه زرع، مش اصلا ما فيش حاجه هتتسرق، هيسرق ايه؟ فيش حاجه خالص يعني، وحارس او اتنين حراس، وحتى ملاعب في الهواء كده زي ما موجود في اوروبا. فعايزين التوسع في الملاعب دي، ودي ببلاش يعني. حضرتك انا فاكر جه كده كذا رجل اعمال طلبوا ان يعملوا ملاعب في الطل، واحد يعمل 10 ملاعب، واحد يعمل 5، واحد يعمل 50، واحد يعمل 3، وتنتشر في المحافظات. المحافظات اللي ما فيهاش بقى يبقى نطور مراكز الشباب اللي موجوده فيها بدل ما نبني فيها مدارس. وانا كنت توجهت بالنداء للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، قلت له بلاش فكره انه تشاركك وزاره التربيه والتعليم في المراكز الكبيره الواسعه، لانه مثلا النهارده انا كنت في ندوه مع الاخوه الافاضل المشاركين في المركز الكشفي، كلهم كانوا من الصعيد، وكان القصه التسويق هناك، هبقى مش عارف اقول لهم ايه، هسوق ازاي هناك، يعني ايه اللي هسوقه هناك. فقلت لهم دي اصعب محاضره ممكن اتكلم فيها، لانه انا مش عارف اقول لك ايه تسوقه. لكنه افاجئ مثلا في قنا ان المحافظ عايز يستولي على ارض الملعب في قنا، بقول اهو تاني، المحافظ عايز يستولي على ارض الملعب عشان يبني مساكن، وكان عندهم نشاط كره نسائيه راح لغينه، لغوه خالص. ليه؟ لانه المحافظ عايز ياخد الملعب كره ايه ورياضه ايه وكلام فارغ ايه. فقوس اتكلمت 5 سنين على الملعب هناك وعلى تخصيصه وعلى اجاره، وبعد ما المحافظ اداني وعد على الهواء بس اتغير حوالي يعني من ساعتها لحد دلوقتي حوالي 17 محافظ، ما احنا كل يومين عندنا محافظ وعندنا وزير. بعد ما اتكلمنا على كل ده ما زالت المشكله كما هي، ومش عارفين يدفعوا ايجارات منين وفلوس منين، والناس ما عندهاش. بتتكلم في شمال سيناء، بتتكلم في الوادي الجديد، بتتكلم في المنيا، بتتكلم في كل حته، الناس نفس المشاكل، نفس الحواديت ونفس الموضوعات، وبيشتكوا مر الشكوى من التجاهل الاعلامي عشان يبقى عندهم حاجه هناك موجوده. فبالتالي مطلوب اذا كان عندي مركز شباب يتعمل بشكل جيد وحافظ على مساحته، ما اديش جزء لوزاره التربيه والتعليم، لانه لو دخلت هتاخد، هتبني مدرسه، هتعمل فصل، الفصل هيبقى فيه 20، بعد شويه يبقى فيه 30، بعد شويه هيبقى فيه 50، هيقول لك طب ايه اللي جنبك؟ ده الملعب ده، ارمي الملعب ده، هده، يقول لك ده مركز شباب، يا راجل مركز شباب بلاش قرف، يلا ويبني مدرسه ثانيه وثالثه، يكون خالد عبد العزيز مشي وتبدا الدنيا تبوظ ويبقاش عندي مراكز شباب. وده حاصل على فكره في بعض القرى الصعيد. فمطلوب في العهد الجديد ملاعب مفتوحه، انتشار الملاعب المفتوحه، حتت فاضيه يعني. مثلا وانا طالع من هنا من اكتوبر بلاقي على اليمين وعلى الشمال ومشروعات كبيره جدا. طب اللي خدوه ده مثلا المول اللي بتبني قدامنا ده، انت تجبره كدوله ان يعمل جنبه مساحه خضراء كبيره جدا للرياضه. يعني هو بيعمل جوه المول ايه؟ حاجات للعب الاطفال، اعمل للكبار كمان، تاخد بدل ما انت واخد كام فدان تعمل عليهم المول ده، وحاجه جميله جدا ويحيي المنطقه، ياخد جنبها منطقه تبقى رياضه، هو يديرها باقل التكاليف للناس، تبقى خدمه للدوله، تبقى الدوله تقول له يا حبيبي الارض دي تاخد منها جزء كده، تخصص منها زي ما في دور اول ودور تاني، وده ملابس ايه، وده لعب ايه، وده قصه ايه، يبقى في كمان جنبك مبنى رياضي مفتوح، مش عايز منه حاجه خالص، مفتوح، وجنبه كشك بيبيع الحاجات الساقعه والشاي واوضه اللبس، والسلام عليكم ورحمه الله. سهله خالص، اقتراحها على الهوا، بسيط جدا. يعمل له ده، يعمل له 3-4 ملاعب ببساطه شديده جدا، بس البلد، وهيشتري الارض على فكره مش ببلاش، هياخدها باسعار ميسره شويه، مش ببلاش، بفلوس بس، وهو بياخد الترخيص بتاع بنى المول
تعمل لي كم ملعب هنا مفتوح، 3 ملاعب هنا مفتوحة. فالناس بقى تروح تقضي اليوم كله يلعبوا رياضة، يلعبوا بينج بونج، يلعبوا اي حاجة، ويا حبذا لو اداروا كمان بشكل مش استثماري، بشكل محترم عشان الناس. فمطلوب مع البنية التحتية الرياضية، ما بقولوش ابن استادات، ما فيش فلوس لبنى الاستادات، بنية تحتية رياضية صغيرة، بلد ما فيهاش فلوس، البلد مديونة وعدمانة، ما نقدرش نقول للراجل ادفع حاجة، لانه احنا واحنا بنتكلم هناك قال يا جماعة عملنا تتكلموا تقولوا لنا بكام ومنين عشان يبقى الكلام واضح. فعايزين لا بكام ولا منين، مفيش، بس بنية رياضية تحتية صغيرة للشعب المصري انه يمارس رياضة. انا ما بتكلمش على رياضة بطولة، احنا عندنا ملاعب تكفي تماما، ومش عايز انظم بطولات كبرى. يعني من الحاجات اللي انا قعدت، انا اولادي النهاردة قالوا عليا ان انا اتجننت، قاعد كده قال لك ايه، الفيفا يقبل طلب مصر استضافة كأس العالم للسيدات 2017. قعدت اضحك، عايزين ننظم كأس العالم للسيدات 2017. السيدات عندنا على دماغنا، لانه السيدات الحقيقة وخصوصا في المراحل الصعبة رفعوا راسنا، عملوا لنا اللي ما يتعمل، يعني في الانتخابات وفي الاستفتاءات وفي الاوقات الصعبة في التصدي للمؤامرات وكل شيء. لكن السيدات عندنا ما بيحبوش كرة القدم بوضوح شديد جدا، ما بيحبوهاش، او مش متألقات في كرة القدم. وبالتالي ندور على حاجة تانية ننظمها للبنات او للسيدات، لانه احنا اخر حاجة لنا مغلوبين من تونس هنا، وبنخرج من البطولة الافريقية اصلا. طبعا ننظم كاس العالم عشان لما نيجي نتحط في مجموعة فيها البرازيل واليابان كل دول بقى، برازيل واليابان وألمانيا وكندا ومش عارف، كل دول تقال جدا، ففرقة تكسبنا 10 وفرقة 8 وفرقة 9 ونطلع بفضيحة. فلما نظم حاجة يكون عندي بس حاجة في ايديا ولا ايه؟ فبلاش شغل التهريج ده. هتقولي تحت 15، تحت 17، تحت 19، روح بص نيجيريا عاملين ازاي، روح بص الفرقة دي عاملة ازاي، وشوف روسيا عاملة ازاي، والقصة عاملة ازاي، فمالوش داعي ده. فانا دلوقتي ما بتكلمش على تنظيم البطولات الكبرى، ومش محتاجها دلوقتي، ولا محتاج البحر المتوسط، ولا محتاج الاولمبياد، ولا محتاج كاس عالم. اعمل شويه بطولات صغيره كده في الهاندبول، في الكره الطايره، في التايكوندو، في المصارعه، كل ده مقبول وعلى قد الحفنه، ونقدر ناخد فيها كمان ميداليات، لان احنا بنقدر ننافس في اللعبات دي. اذا الملاعب الرياضيه المفتوحه مهمه جدا، وبنيه تحتيه صغيره محدوده، ملعب الخشب اللي ب2000 متفرج، الملعب النجيل الصناعي اللي معمول، الملعب الثلاثي لكرة القدم، الترابيزات تنس الطاولة ترجع تبقى موجودة مرة تانية، الحلبة بتاعت الملاكمة، الحلبة بتاعت المصارعة، البساط بتاع الجودو، كل دي حاجات بسيطة دون تكلفة. ولو سقطت على ده ولا ده ولا ده ولا ده، انت هنا اعمل هنا، وانت هنا اعمل ده، وانت هنا اعمل ده، وانت في محافظتك، وانت في قريتك، وانت في مدينتك، هتلاقي عندك بنية تحتية جميلة جدا رياضية. كمان قانون الرياضة، انا الحقيقة مش عارف القانون ماشي ازاي. لجنة الاولمبية بتجتمع، بتدور، بتشوف، عايزة تلغي ال8 سنين. احنا قانون الرياضة في مصر كله اسمه قانون 8 سنين. مصر كلها ولا مهتمة بقانون الرياضة، ولا بالاستثمار الرياضي، ولا بالملاعب الرياضية، ولا ببناء الجيل الرياضي، ولا بحط التشريعات، ولا لا 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 لا. ال8 سنين حسن حمدي يمشي هو والخطيب. فلما مشي حسن حمدي والخطيب، دلوقتي بقى يستمر احمد شوبير ومثلا محمود الشامي، انا بقول اسمي عشان ايه حدش يزعل، او سمير زاهر يفكر في العوده مره اخرى للاتحاد. هم نفس الوجوه، نفس القصه. فالكل دلوقتي رابط الرياضه ب8 سنين. يا ابن الرياضه مش 8 سنين، لك ال8 سنين يا عم. حسن حمدي مش اللي كان عامل لك رعب، ال8 سنين يا عم. الخطيب مش اللي كان عامل لك رعب، ال8 سنين. ده هم مشوا، طب ما بلاش 8 سنين للرئيس، ما الرئيسين الرئاسة برضو حلوين وطعمين وحلوين من يومنا والله، وفلوسنا كويسة، بنقدم احلى نقطة ومعانا 100 مثل، ويا ليل طول شوية على الناس الدفيعة دي. ما بلاش الرئيس، وبلاش النائب كمان، وخليها على الاعضاء، في 2 اعضاء حلوين برضو كويسين، وبلاش الاعضاء. طب خليها للاعضاء، ما فيش قانون كده. القانون يبقى متكامل ويتم دراسته وبحثه، وكله على حسب ظروف بلده. احنا عايزين نعمل 8 سنين، 4 سنين، 3 سنين،
اللجنة الأولمبية هتحاضر، تقول لك حاضر، مش انتوا اتفقتوا على كده؟ اه خلاص انتهى، قضي الأمر. شغل بقى المجاملات وشغل ده، ده عايز يقعد هنا في اللجنة الأولمبية 8 سنين، وده عايز يقعد 18 سنة، ده عايز يقعد 80 سنة، ما ينفعش. ما تخلطليش القانون بقصة 8 سنين. كلمني في الملاعب، كلمني في البنية التحتية، كلمني في الاستثمار، كلمني في اكتشاف المواهب، كلمني في البطولات، كلمني كلمني في مليون حاجة تتكلم فيها. بعدين يقول لك قانون الرياضة الجديد 200 مادة، هو دستور ده هو 20 30 مادة؟ والسلام عليكم ورحمة الله. كنت بتكلم النهاردة مع الدكتور عمارة مكالمة طويلة الحقيقة، الراجل مذهول من اللي بيحصل. قال لي ايه الدوشة دي؟ 20 مادة يخلصوا في يومين وخلاص، ايه الهيصة دي؟ ايه الزيطة دي؟ وتلاقي المادة في المتين دول مادة رقم واحد، على ما توصل المادة 190 طبعا تكون نسيت المادة رقم واحد، وتكون هي عكس المادة رقم واحد، يعني 190 تلاقي ضد رقم واحد، يقول لك تبقى للمادة واحد، يقول لك لا، المادة 190 ضد المادة رقم واحد، في نفس القانون. وتروح تحرر اللجنة الأولمبية لما تبعت لها قانون قد كده أو دستور، يا عم في إيه؟ فاللي أنا عارفه الحمد لله قانون الرياضة الجديد قد كده، بسم الله ما شاء الله، قانون قانون يعني. عايزين قانون مبسط ميسر حلو محترم يتقري ويتحفظ ويتعمل بيه. طيب في العهد الجديد عايزين مصالحه رياضيه. اه مصالحه رياضيه، مش مهمه الرئيس، اه مش مهمه الرئيس، انا بتكلم على عهد جديد. الرئيس هيجي، حكومه هتقدم استقالتها يوم الاحد، هتكلف بتسيير الاعمال لحد ما يتم اختيار رئيس جديد للحكومه، غالبا هيكون هو نفس المهندس ابراهيم محلب، والراجل هيشكل الوزاره الى ان ينتخب برلمان، والحزب الاغلبيه اللي مش عندنا، مش ما عندناش حزب اغلبيه لمده 15 سنه قادمه، يشكل حكومه. ما كانش فيه هيبقى بيعملوا ائتلاف ويشكلوا حكومه، ما كانش فيه يبقى رئيس الجمهوريه بيكلف حد انه يشكل حكومه. قد يكون برضو المهندس ابراهيم محلب الراجل الحقيقه يعني مموت نفسه، مع انه بدات الحملات العنيفه عليه. ما علينا، الحكومه الجديده، الوزير الجديد سواء كان هيستمر معانا المهندس خالد عبد العزيز او انه الراجل مرشح انه يبقى في مكان اعلى، لكن في كل الاحوال هتبقى دي في الرياضه برضو، او هيبقى عارف في الرياضه، وهيبقى له يد في اختيار الوزير القادم للرياضه. مطلوب منه حاجتين. الحاجه الاولى قصه الاهلي والمصري بوضوح شديد جدا. يعني احنا دلوقتي بقالنا 3 سنين، اولياء الامور اللي مات ولادهم حد اللحظه اللي انا قاعد معاكم دي، نارهم ما بردتش، في 72 واد ماتوا، اكبر واحد 21 سنه. انت لما ابنك بيكون عنده برد بيحصل لك ايه؟ او الله لا قدر بيتعرض لحادث، قلبك بيبقى عليه ازاي؟ كل ام من امهات الولاد دول وكل اب للاسف الشديد بيشوف ابنه في لحظاته الاخيره، لان دي لقطات نازله على الفيديو، شوفوا في المدرج، بيشوفه في القطر، بيشوف الاتوبيس ورايح الملعب. فكل ما يتفرج كل ما النار تقيد في قلبه. فهم عايزين العداله، عايزين الحق بتاع ربنا، عايزين يعرفوا من القاتل، مين اللي قتل ولادهم. ولادهم اتقتلوا، اتقتلوا من التدافع، اتقتلوا من الضرب، اتقتلوا من الخوف، اتقتلوا من الزحمه، اتقتلوا من الفيسبوك، اتقتلوا من اي حاجه، بس هم عايزين يعرفوا ولادهم اتقتلوا ازاي، وعايزين حقوقهم. وده ابسط حاجه، الحق، العدل، المساواه، فعايزين حقوقهم. هم ما عندهمش مشكله مع بورسعيد، ولا عندهم مشكله مع النادي المصري، لان النادي المصري نفسه وبورسعيد نفسها عايزه الحق وعايزه العدل، لانها ظلمت كثيرا وطويلا، وبالتالي ان الاوان كمان انها تاخد سك البراءه، ونعلم من الذي قتل هؤلاء الابرياء. اذا كنا عايزين نصل الى مصالحه فده باب المصالحة، انه العدالة تأخذ مجراها، وان القضية يتم الانتهاء من نظرها في المحاكم خاصة بعد قبول النقد. اذا من الواجب ومن الضروري ان احنا ننهي هذه الازمة بالعدالة الناجزة، باصدار الاحكام، وتقديم القتلة الحقيقيين لابنائنا الذين قتلوا غدرا في بورسعيد. تبرئة للنادي المصري، تبرئة لمحافظة باسلة دائما وأبدا لها دور وطني هام جدا، وأخيرا وهو الأهم أنه النار تهدى شوية. عمر النار ما هتهدى،
على ابن هو فلذة كبد امه وابوه عمر النار ما هتهدى خالص على الاطلاق. لكن على الاقل لما يحس ان هناك قصاص ممن قتل ابنه شوية هيبقى عنده يعني شوية ماشي يقولك ها. فده امر مهم جدا. فمحدش يطلع يقول مصالحة. احنا على فكرة مفيش خناقة عشان يبقى فيه مصالحة. في حق نبحث عنه جميعا. وبالتالي لما يجي الحق ده لاهله لذويه لاصحابه مش هتبقى فيه مشكلة. مش هتبقى فيه مشكلة خالص. هيبقى الموضوع انتهى. الحاجة الاخيرة انه شغب الملاعب. حكيت لكم هنا من كام يوم ان الشرطة الانجليزية منعت سفر 1452 مشجع انجليزي الى البرازيل وطلبتهم بتسليم جوازات سفرهم وسلموا جوازات السفر. خلاص الموضوع انتهى. هش يقدر يهرب او يزوغ. احنا عايزين حياة في الملاعب مرة اخرى. مش معقولة ماتشات السلة وماتشات الفولي وماتشات الهندبول والالعاب التانية الجمهور بيحضر وماتشات كرة القدم لا. ومش معقولة ماتشات كرة القدم اللي الجمهور بيحضر فيها بيحضر ببلاش سفلقة. وبالتالي بتضيع ملايين على الاندية في عز ازمة مالية طاحنة موجودة داخل الاندية. كيف تعود الجماهير الى المدرجات؟ ببساطة شديدة جدا بعمل قانون شغب الملاعب. هتبقى عارف وانت داخل الملعب ماذا لك وماذا عليك من قضي الامر. نمرة 2 بكاميرات المراقبة المنتشرة حوالين الاستاد بالكامل في المدرجات بالكامل. نمرة 3 بالبوابات الالكترونية محدش يدخل غير تذكرته مختومة. نمرة 4 بالكراسي المرقمة. واللي نلاقي كرسي متكسر ادفع يا حبيبي تمن كرسيك وتحول للنيابة كمان عشان يمسك في كرسيه بايديه واسنانه. يبقى عارف هو بيعمل ايه بدل ما كل مباراة بتبقى حفلة تكسير وتحطيم الكراسي. تعود الحياة للمدرجات مرة اخرى. تعود الجماهير للمدرجات مرة اخرى. ما نقعدش نتكلم نقول الدورة الرابعة بجماهير ومش بجماهير. مش هينفع تكون بجماهير السنة دي لحد ما الموسم يعدي على خير بإذن الله عز وجل. دي قضايا ملحة وقضايا مهمة في العهد الجديد في العهد الرياضي الجديد. فعهد الرياضة أمن قومي زي ما قال السيد المشير السيسي قبل أن يتم انتخابه رئيس الجمهورية. الآن أصبح هو رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتالي بنطلب منه الحاجات دي وهي حاجات مش صعبة. حاجات بسيطة وحاجات سهلة. نتمنى بإذن الله عز وجل أنه يتم البدء فيها لأنه ده أمر في غاية الأهمية أو أمور في غاية الأهمية. وتبدأ تحطنا من أول وجديد على الطريق. يبقى عندي منتخبات هادية محترمة ما عنديش مشاكل خالص. ما عنديش حد شايل من حد ولا عندي حد متربص بحد. كل ده مش هيبقى موجود. نبدأ نفكر في بكرة. إذا كنتوا بتفكروا في بكرة وإذا كنتوا بتفكروا في المستقبل أنا بتكلم فيما يخصني كرياضي. وكل دي قضايا رياضية في غاية الأهمية. والنهاردة هنفتح التليفونات مع حضراتكم في يعني بعد شوية لحد ما نستقبل الكابتن ضياء السيد عشان تقولوا لنا ايه المطلوب رياضيا. بعد كده لما يخش الكابتن ضياء السيد هنتكلم على كاس العالم بس النهارده لانه خلاص كل سنه وانتم طيبين كاس العالم الخميس الجاي. فاحنا على الابواب. معايا من المغرب السيد مسكوت عباس نائب رئيس نادي الدفاع الحسن الجديد المغربي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. هنتكلم في شغل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله بخير كله تمام. مبروك عليكم كابتن حسن شحاتة. ونتمنى ان شاء الله تكون فتحة خير للعمل المتبادل ما بين مدربين مصريين في المغرب ومدربين من المغرب في مصر بإذن الله عز وجل. ألو ألو أنا معك. سمعني يا فندم؟ نعم. بهنيك على الكابتن حسن شحاتة وبنتمنى ان شاء الله يكون فتحة خير لتبادل المدربين. وعايز اسألك الكابتن حسن جاي بجهاز فني متكامل ولا هيجي بمدرب معاون فقط يا فندم؟ والله اولا احنا سعداء هنا في مدينة الجديدة والمغرب سعداء كثير بالمجيء ديال عميد المدربين العرب الكابتن حسن شحاتة. يعني الاسم ديالو يعني اسم كبير ويشرف نادي الدفاع الحسني الجديدي. نعم.
يعني الكل هنا منتظر المجيء بتاعه ان شاء الله، غيكون بعد قبل العوده ديالو من البرازيل سيتم كريمو احسن مدرب في افريقيا. والحمد لله يعني احنا فرحانين بهذا الاسم هذه وهذه الاضافه النوعيه لكره القدم المغربيه، يعني ان الاسم ديال حسن شحاته يعني مش تستفيد منه فقط فريق الدفاع الجديد، وانما كره القدم المغربيه بشكل عام تستفيد من التجارب التي راكمها المدرب حسن شحاته. هل كانت المفاوضات صعبه مع كابتن حسن؟ لا والله العظيم الامور مرت يعني بليونه وبسهوله، يعني ما كان فيه ادنى مشاكل، يعني الرجل كان متفاهم وكانت امور يعني سهله، يعني حقيقه يعني لم تكن هناك اي مشاكل او اي صعوبات في التعاقد مع كابتن حسن شحاته. الجهاز المعاون للكابتن حسن هيكون مصري ولا هيكون مغربي؟ نعم، الجهاز المعاون المساعدين، جهاز المسيرين يتكلم هذا يكون يعني يكون عنده مرافق بتاعه يعني مساعد بتاعه. وبالنسبه للفرق بتاعه يحتفل بالطاقم التقني يعني اللي كان بتاعنا بتاع الجديد. مدرب الحراس هيكون من المغرب ولا من مصر؟ لا المرافق لا 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 سيمسكوت المدرب المعاون، المدرب المعاون هيكون مصري، مدرب الحراس هيكون مغربي ولا مصري؟ لا مدرب الحراس مغربي. مدرب الحراس مغربي، إذن هيكون معاه مدرب واحد مساعد فقط لا غير. لا نعم. طيب هل الكابتن حسن تعرف على الجهاز المعاون؟ لا، كنت هناك فقط أعطيت له نبذة الجهاز المغربي ونبذة عامة عن فريق الدفاع الحسني الجديد، ولكن لم يتعرف بعد على يعني بشكل مباشر لم يتعرف بعد على الجهاز الكامل لفريق الدفاع الحسني الجديد. هل بتعدوا الاستقبال خاص للكابتن حسن شحاتة إن شاء الله عند وصوله للمغرب الشقيق؟ سامعني حضرتك؟ السؤال، هل بتعد استقبال خاص وحفل استقبال خاص للكابتن حسن شحاتة في المغرب بإذن الله؟ بيكون حفل كبير إن شاء الله في أحد المنتجعات السياحية هنا بمدينة الجديدة، يعني هيكون استقبال كبير، يعني كل هنا بينتظر من الصحافة المحلية والوطنية والجماهير والمؤخرات نادي الدفاع الحسن الجديد، يعني كل ينتظر الوصول دياله إلى مدينة الجديدة، يعني هيكون هناك حفل استقبال كبير إن شاء الله. كبير ان شاء الله. نعم، هل طرح الكابتن حسن شحاته باسماء لاعبين مصريين عايز يضمهم للفريق؟ ما وصلني سؤال، هسال تاني، هل الكابتن حسن شحاته طلب لاعبين جدد للفريق منهم لاعبين مصريين؟ لا، بالنسبه للانتدابات او اي شيء من هذا القبيل يعني لم يتم التطرق اليه. يعني ريثما يحل بمدينة الجديدة ويشوف الفريق يعني التركيبة البشرية لنادي الدفاع الحسني الجديد، بعد ذلك ربما سيتم اقتراح لاعبين من المغرب أو من مصر أو من هذا، ولكن لحد الساعة لم يتم اقتراح أي لاعب للانضمام لفريق الدفاع الحسني الجديد. هل تم بالفعل توقيع التعاقد ولا التوقيع النهائي هيكون في المغرب؟ هناك عقد مبدئي تم توقيعه بالقاهرة، أما التوقيع النهائي فسيتم إن شاء الله بمدينة الجديدة بالمغرب. شروط العقد والأرقام هي اللي نزلت امبارح على الصفحة الخاصة بالفريق؟ نعم تقريبا هي نفس الأرقام، يعني العقد يمتد لمدة سنتين، يتم الإشراف يعني الشكل ديال المانجر، يعني غادي يكون الاشراف العام على نادي الدفاع الحسني الجديد بجميع فئاته. نعم، يعني سيكون مدربا للفريق الاول، وبالتالي ستكون له نظره على كل فئات اخرى للنادي الدفاع الحسني الجديد على مستوى كره القدم. وهناك اكاديميه تم تدشينها هذه السنه بشراكه مع نادي مونبوليي الفرنسي، سيشرف عليها هي كذلك، يعني سيكون بمثابه مشرف عام على نادي الدفاع الحسني الجديد.
طيب رقم التدريب او المقابل التدريبي كان نزل رقم امبارح على صفحة الفريق الدفاع الحسن الجديدي، هو ده رقم المبلغ اللي هتقضاه كابتن حسن شحاتة؟ نعم كان مكتوب انه هيتقاضى ما يوازي 25,000 دولار شهريا تقريبا، والرقم المتداول هو 28,000 دولار شهريا الى جانب السيادات الاخرى. وما زال في زيادات اخرى؟ زيادات تتعلق بالسكن والسيارة اكيد امور تتعلق يعني بالسكن متعلقة بالمباريات والحصول على التويج مثلا بالكأس او ببطولة او بالبطولة. يعني هناك منح استثنائية خاصة نعم الحصول على الألقاب. نعم كل التمنيات بالتوفيق، بشكرك شكرا جزيلا سيد مسكوت عباس نائب رئيس نادي الدفاع الحسن الجديد المغربي، بنبارك له بنبارك للنادي وبنبارك للكابتن حسن شحاتة، وان شاء الله خطوة جديدة في الطريق بإذن الله للنجاح بإذن الله عز وجل. الكابتن حسن شحاتة اسم مصري كبير جدا في عالم التدريب في مصر وإفريقيا، هما الناس بيحترموه جدا وبيطلقوا عليه عميد المدربين العرب، وهذه حقيقة الحياة. نتمنى له رب كل توفيق. فاصل هرجع على تليفونات حضراتكم بعدها على طول استقبل الكابتن ضياء السيد. احنا وجودنا النهارده انا على طول على فكره اخر فوق جامل بعثه النهارده الصبح، انا وصلت بيهم 4 ايام لظروف عملي هنا في قضايا الدوله وكذا. طبعا الاجتماع بتاع النهارده انا لقيت انه ضوء على الحديد وسخن، انا مش عايز استنى لان انا من هنا لغايه ينجيني ما عنديش 2.5 شهر او 3 اشهر الا. فاحنا النهارده اوريدي لجنه التخطيط اشتغلت برئاسه اللواء سامح مباشر ومعاهم شريف عريان حماده المصري ودكتور علي حسب الله ومجموعه عمل وعلاء جبر. الناس اجتمعت وعملت شغلها والشغل اتعرض وانا شفته، قلت لهم يا ريت نعمل حاجه تانية جديده بالاتفاق مع الوزير خالد عبد العزيز، احنا هنركز على الابطال اللي هم يطلعوا من الترتيب من اول للسادس. ليه بقى؟ لانه السادس ممكن يلطش ميداليه يبقى برونز، هيتعمل لهم معسكرات داخليه وخارجيه طبقا لبرامج تكثيف اكتر من خلال اللجان الفنيه مع رؤساء الاتحادات بتاعتهم في اقامتهم. انا يعني المهندس خالد عبد العزيز قال لي انا ما عنديش مشكله خالص، احنا عايزين نتيجه البلد، عايزين نفرح الشعب، وانا ايدي في ايده لان انا اكتر رئيس بعثات لمصر فرحت الشعب. انا عندي الملاكمه وعندي رفع الاثقال وعندي المصارعه وعندي التاديف وعندي السباحه وعندي قصو السهم وعندي ان شاء الله، انا بقول باذن الله في الاولمبيات اللي جايه في الشباب ربنا يوفقنا مش اقل من 5 ميداليات. بالنسبه للفتره القادمه ان شاء الله الفريق الوطني للشباب ده هو المستقبل بتاع الملاكمه المصريه اللي بنعده ان شاء الله ل 2020 مش 2016، دول لسه اولاد عندهم 16 سنه. بالاسماء بتراهن على مين من اللاعبين او اللاعبات يجيبوا ميداليه اولمبيه في ريو دي جانيرو 2016؟ ان شاء الله محمد هيكل باذن الله. في بعض اللعيبه مركز عليها في اولمبياد ريو دي جانيرو، و يعني لو قلت لك هتبقى مفاجاه. لو قلت لك مفاجاه ان عوده كرم جابر وهيبقى هو داخل مربع الذهبي بتاع دار الالعاب اولمبيه في ريو دي جانيرو. طبعا الناس لو انا قلت كده الناس مش متوقعه، لكن انا بقول لكم كرم ان شاء الله بالعوده اللي هو رجعها بالاتفاق مع خالد عبد العزيز ونفس التمرير بيأديه واتمرن زي ما هو ماشي كده هيعمل ميداليه في اولمبيه ريو دي جانيرو، بس مش ذهبي.